الحمد لله، وكيف الصلاة والسلام على النبي المصطفى على آله وصحبه المستكملين شرف وبعد. أهلا ومرحبا بحضراتكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا وهو كان وأخواتها. لابد أن نعلم أن هناك بعض العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حكم المبتدأ وتغير حكم الخبر. هذه العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغير أحكامهما تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها، وقسم ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها، وقسم ينصب المبتدأ والخبر معا وهو ظن وأخواتها. درس اليوم مع القسم الأول، هو الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها. هذه الأفعال أحبابنا الكرام عددها 13 فعلا، وهي كان، أمسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، ليس، ما زال، ما فتئ، ما برح، من فك، ما دام. طيب، ما عمل هذه الأفعال؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. يعني أقول كان الله، وكان الله عزيزا حكيما. كان فعل ماضي ناقص أو ناسخ مبني على الفتح، لفظ الجلالة اسم كان، عزيزا خبر كان منصوب. يبقى إذن هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ويسمى اسما لها، وتنصب الخبر ويسمى خبرا لها. طيب، ما معاني هذه الأفعال، أو ما المعاني التي تفيدها هذه الأفعال؟ طيب، كان تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، إما مع الانقطاع أو مع الاستمرار. يعني أقول كان محمد مجتهدا، كان محمد مجتهدا، يعني كان في الماضي، أما الآن فهو ليس مجتهدا. فكان تفيد اتصاف هذا الاسم اسمها بخبرها، يعني أنا أصف محمد بالاجتهاد في الماضي فقط لكنه الآن ليس مجتهدا. أو مع الاستمرارية، يعني أقول كان الله عزيزا حكيما، فأنا أصف الله عز وجل بالعزة، لكن هذا الوصف هل كان في الماضي فقط ولا أم أنه مستمر؟ طبعا مستمر، فالله عز وجل عزيز، كان عزيزا وما زال وسيظل، هذا معلوم. يبقى إذن كان تفيد اتصاف اسمها أو اتصاف اسمها بخبرها، إما مع الانقطاع أو مع الاستمرار. طيب، أمسى تفيد اتصاف اسمها بخبرها في وقت المساء، يعني أمسى الجو باردا، أنا وصفت الجو بأنه باردا في وقت المساء. أصبح اتصاف اسمها بخبرها في وقت الصباح، أضحى في وقت الضحى، ظل يعني في جميع النهار، بات اتصاف اسمها بخبرها تمام في الليل، صار تفيد تحول اسمها من حالة إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، يعني صار الطين حجرا، هنا صار أفادت إيه؟ أفادت تحول الطين إلى إيه؟ إلى حجر، فصار تفيد تحول حالة اسمها إلى الحالة التي عليها خبرها. طيب، ليس، ما معنى ليس؟ ليس تفيد نفي الخبر عن الاسم في الوقت الحالي، ليس محمد مجتهدا،
ليس محمد مجتهدا. ليس نفت الخبر عن الاسم في الوقت الحالي، يعني أنا نفيت الاجتهاد عن إيه؟ عن محمد. طيب ما زال، ما فتئ، ما برح، من فك، هذه الأفعال الأربعة يا سادة تفيد الاستمرار واللزوم، يعني ما زال أخوك مجتهدا، يعني ما زال الاجتهاد ملازما ومستمرا مع أخيك. طيب ما دام أيضا تفيد الاستمرارية أيضا. هذه هي معاني هذه الأفعال. طيب هناك تقسيم آخر أحبابنا الكرام لهذه الأفعال من حيث العمل. هل هذه الأفعال كلها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر مطلقا بدون شرط؟ لا، هناك أفعال لابد فيها من شروط، هناك أفعال لابد أن تسبق بما المصدرية الظرفية، وهي ما دام. يعني إيه الما المصدرية؟ يعني ما التي تؤول هي مع ما مع بعدها، تؤول بإيه؟ بمصدر، وتؤول بظرف. الله عز وجل قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا. يبقى إذن ما دام لا ترفع الفعل، دام لا يرفع المبتدأ وينصب الخبر إلا إذا سبق بماء المصدرية التي تؤول بمصدر دوامي، والتي تؤول أيضا بظرف وهو مدة، ومدة دلت على الظرف. طيب هناك أفعال أيضا لا تعمل إلا بشرط أن تسبق باستفهام أو نهي أو ما يدل على ذلك، وهي ما زال، ما فتئ، ما برح، من فك، لابد أن تسبق باستفهام أو نهي. ما زال، وهي ما زال، ما فتئ، ما برح، من فك. طيب بقية الأفعال تعمل بغير شروط، بقية الأفعال تعمل بدون شرط. يبقى إذن الأفعال التي تعمل بشرط ما دام لابد أن تسبق بما المصدرية الظرفية، وكذلك ما زال، ما فتئ، ما برح، من فك، هذه الأفعال الأربعة لا تعمل إلا إذا سبقت باستفهام أو نهي أو دعاء أو نفي وغير ذلك، بقية الأفعال تعمل بدون شروط. طيب سؤال يطرح نفسه، يا دكتور هل هذه الأفعال كلها تتصرف؟ يعني هل يأتي منها الماضي والمضارع والأمر؟ تنقسم من حيث التصرف إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. قسم يتصرف تصرفا كاملا، يعني إيه تصرف كاملا؟ يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وهي الأفعال كان، أمسى، أضحى، بات، ظل، صار. هذه الأفعال يأتي منها الماضي والمضارع والأمر، أقول إيه؟ كان، يكون، كن، أمسى، يمسي، أمسي، فعل الأمر، أضحى، يضحي، أو يضحى، أضحي، بات، يبيت، بت، الأمر، ظل، يظل، ظل هنا، صار، يصير، سر،
فهذه الأفعال تتصرف تصرفا كاملا، يعني يأتي منها الماضي والمضارع والأمر. هناك أفعال تتصرف تصرفا ناقصا، يعني يأتي منها الماضي والمضارع فقط، وهي ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفك. هذه الأفعال يأتي منها الماضي والمضارع فقط. أقول لا يزال، لا يفتأ، لا يبرح، لا ينفك. طيب، هناك أفعال أحبابنا الكرام جامدة لا تتصرف مطلقا، يعني لا يأتي منها لا أمر ولا ماضي ولا مضارع، وهي ليس ودامة. هذان الفعلان جامدان لا يأتي منهما الماضي ولا المضارع ولا الأمر. طيب، آخر نقطة في هذا الدرس، يا دكتور هل هذه الأفعال ترفع المبتدأ وتنصب الخبر إذا كانت بلفظ الماضي فقط، أم أنها تعمل هذا العمل أيضا إذا كانت بلفظ المضارع أو الأمر؟ هذه الأفعال تعمل إذا كانت بلفظ الماضي أو المضارع أو الأمر أو المصدر، بدليل قال ربنا جل وعلا ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين. يزال فعل ماضي ناقص أو ناسخ، والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم يزال، مختلفين خبر، يزال منصوب. طيب، ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يكون فعل مضارع ناسخ، الرسول اسم يكون مرفوع علامة رفعه الضمة، شهيدا خبر يكون منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. يبقى إذن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وعرفنا معاني كل فعل من هذه الأفعال، وعرفنا أيضا أقسامها من حيث العمل، يعني تعمل بشرط أو تعمل مطلقا، وأيضا عرفنا أقسامها من حيث التصرف، هل هذه الأفعال كلها متصرفة أم أن فيها أفعالا جامدة مثل ليس ودامة. وآخر ما ختمنا به درسنا هذا، هل هذه الأفعال تعمل بصيغة الماضي فقط أم تعمل بصيغة الماضي والمضارع والأمر والمصدر، وهو ما أجبنا عنه وقلنا نعم هذه الأفعال تعمل إذا كانت بصيغة الماضي أو المضارع أو الأمر أو المصدر. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا هذا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.